بتكلم معاه بالفرنسي كذا إشارة بيفهمها هو. سعد انتم لا تسالوني ولا لكم لزوم فيها. لا انتم ترجمها لنا. لا ترجمها الجمهور. لا لا انا اقول بونسوا مغلوفي افلو شون جودو فلو بس هذه الكلمه ذي هو بيفهمها وبيعرف شنو اقصد. لا طيب احنا نبغى نفهمها مع مخلوق صادق احنا نفهم انت جعلك تسلم هي معك تراها معك انت فاهم الدعوه كلها خلاص انا نبي يجي نبي الفرنسي يقضب الجادة اللي قضبتها بس تضبط الأمور.